السلام عليكم. بلا شك سمعت مؤخرا على الذكاء الاصطناعي لانتيليجونس ارتيفيسيال والروينه اللي نايضه على هذا الذكاء الاصطناعي. اليوم في هذا الفيديو جيت باش نبسط لكم مفاهيم، نوريكم اشنو هو الذكاء الاصطناعي، وندير انا وياكم واحد التجربه اللي تقدروا حتى نتوما ديروها عن طريق واحد التطبيق نقدروا نحولوا به الصور ديالنا لصور رائعه باعتماد على هذا الذكاء الاصطناعي. إذا تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخر، حيث فعلا فيديو مهم جدا. لكن قبل البداية ما تنساوش خوتي ديروا جيم لاشين دعموها، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. إذا على بركة الله، فباش نعطيكم التعريف ديال الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة اللي كلشي يفهمها، هو أن الإنسان حاول أنه يقاد بروجرام اللي يعتمد فيه على الذكاء ديال الآلة مكان الذكاء ديال الإنسان. تقول لي علاش حنا ما نخدموش الذكاء ديالنا؟ للاسف واخا الذكاء ديال الانسان ذكاء خارق، الا انه عنده واحد الحدود، كاين واحد الكاباسيتي ما يقدرش يخزن بزاف ديال المعلومات، ما يقدرش يعطينا نتائج كبيره ونتائج سريعه مقارنه مع هذا الذكاء اللي توصل ليه الانسان دابا، خصوصا في هذا البروغرام اللي ولينا كنشوفوا امامنا. فغنعطيكم واحد المثال بسيط. تخيل معي اخي ان مهندس حياته كامله ضيعها في القرايه باش يوصل انه يكون مهندس ويقدر يدير بعض التصاميم المنازل او حسب الاختصاص ديالو. كاين دابا بروغرامات اللي تقدر انت ما عارف والو على الديزاين، غادي تفتح الحاسوب ديالك كتكري واحد الكونت ديالك وكتكتب داكشي اللي بغيتي فقط بكلمات، مثلا منزل بديزاين مغربي تقليدي عصري بمساحة مثلا 100 متر، يعني اي مواصفات بغيتيهم في هذا المنزل كتحاول توصفهم في الديسكريبسيون او لا في هذه الجمل اللي غتحطها للبرنامج، والبرنامج مباشرة غادي يعطيك مجموعة كبيرة من التصاميم اللي كتنطبق عليها هذوك المواصفات اللي حطيتي للموقع، وبالتالي انت كتختار اي واحد من هذوك التصاميم وتقدر تزيد تفصل اكثر واكثر وتزيد اي حاجه بغيتي عليه. وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه كيكون في دقائق معدوده. فتخيل معي اخي واش كاين الان شي ارسيتكت في العالم اللي يقدر يدير معك هذه البوسيبيليتي او لا هذه الامكانيه، ويلا كاع لقيناه شحال في الثمن غادي يطلب لينا. لذلك هذه هي الثوره اللي جايه للعالم مستقبلا، واللي فعلا غادي تكون واحد الدوره اللي خياليه، نتمناو الله تكون في صالح البشريه وما تكونش ضد ديالها. فهنا عرفنا شنو هو الذكاء الاصطناعي، ودابا باش نبداو الموضوع ديالنا باش ندخلكم في قلب الحدث، جبت لكم واحد البرنامج اللي حتى هو ولا كيعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو عباره عن تطبيق بالفلوس. ولكن كيف عودتكم دائما مع قناه استفهام عام، حتى شي حاجه ما كنبيعوها، كل شيء فابور. لكن باش نتجنبوا اي مشكل غنحط لكم الرابط ديال هذا التطبيق في المجموعه ديالنا في الفيسبوك، ما عليك سوى ادخل لوصف الفيديو وتدخل المجموعه ديالنا تنضم ليها، غادي تلقى رابط ديال التطبيق تحاول تحمله، من بعد التحميل غادي يخرج لك على الشكل اللي كتشوف امامك دابا. اذا هنا كندخلوا التطبيق روميني، كنديروا كومونسي، وهنا تنعطيو لوتوريزاسيون باش التطبيق يقدر يدخل الصور ديالنا في الجاليري ديال الهاتف ديالنا. ثم هنا من بعد كندخلوا للجاليري ديالنا، هنا كتحاول تختار مثلا الصور ديالك اللي بغيتي تحولهم ويبانوا بشكل بحال الا مقادين الذكاء الاصطناعي. اذا هنا ما غنختارش راسي ولكن غنختار واحد البطل ديالنا، وهنا ما غاديش نفلت هذه المناسبه وغادي نقول مبروك لجميع المغاربه الافارقه العرب الامازيغ وجميع المسلمين هذا التويج ديال المنتخب المغربي واحتلاله المركز الرابع. لذلك حاولت انني نختار لاعب اللي قدم بطوله رائعه هو سفيان امرابط، وهنا اخترت بعض الصور ديالو من الحساب ديالو الشخصي، وهنا غادي ندخلهم للتطبيق. فاقل حاجه هو 8 ديال التصاور الفوق باش يقدر البرنامج ياخذ واحد الفكره شامله على الصوره اللي بغى ينشئ الذكاء الاصطناعي. ثم من بعد هنا ملي كندخلوهم هنا كيعطينا شحال غادي نتسناو، فكيف كتشوفوا هنا
8.6 ديال الدقائق، هنا كيقول لك 8.15 دقيقه غيكونوا التصاور جاهز. غنتسنى واحد شويه، غادي نقطع ومن بعد غادي نرجع باش نشوف الريزولت اللي هنا. اذا لاحظوا معايا اخوتي، هذه هي النتائج اللي عطانا التطبيق، مجموعه كبيره من الصور الخاصه بسفيان امرابط باشكال مختلفه. فكيف كتشوفوا، حاول انه يعطينا بزاف ديال الصور، وهنا عندك الحق انك تختار اي صوره عجبتك من هذه الصور وتقوم بالحفظ ديالها. فلاحظوا معايا الجماليه نتاع هذه الصور والدقه نتاع الملامح اللي عطانا هذا البرنامج هذا. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، واذا كانت هذه اول زياره لك للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.